السلام عليكم الاخوان والاخوات. غندير هذا الفيديو القصير غير باش نشير لكم بان ما راه كاين واحد الفيروس هاد الايامات. الدجاجة راه شريتها من السوق وصدقت انها مريضه. يمكن لكم تعزلو بوحدو على القطيع واحد 10 ايام ولا 8 ايام بينما تاكدتوا منه ما فيش الفيروس، وعاد يمكن لك ديريه مع القطيع. وهي دابا ربطت هنايا على القطيع باش ما تعديش ليا القطيع، ورميت ليا واحد الفروج بهذا المرض نيت ديال الكوريزا. وان شاء الله هنايا ربطتها، هي حاط ليها الماء ديالها بوحدو والدواء ديالها. هيا كما كتشوفوا، وهذه الاخوان راه رابطه هنايا، وكاينين وحدين اخرين مراد مازال تا هما غادي نشوف. الا شكيت في شي وحدين غادي نجيبهم تا هما نربطهم. غادي نربطو كل وحده بوحدها ونديرو ليها الماء ديالها بوحدو والماكله ديالها بوحدها والدواء ديالها، وان شاء الله يكون خير. وكنصحكم الاخوان اللي بغى يشري الدجاج ده دابا ما يشريش دابا من السوق، ولا اللي بغى يشري يتسنى حتى يدير حتى يحيد هذا الفيروس هذا، ولا اللي بغى يشري يدير احتياطات ديالو. يمكن ليه يربطو ولا شرى شي حاجه يربطها حتى يتاكد منها مزيان، وعاد يرخيها مع القاطع. وتجيران اللي حدانا هنايا حتى هما عندهم هاد الامراض، وحتى الطيور كينقلوا هاد الشيء. يمكن لك تبدل لهم الماء كل يوم وتغسل لهم الاواني ديالهم بجافيل وبمعقمات، ويحاول بنادم يحضي القطيع ديالو قبل ما يتصاب، ويعزل الدجاج اللي هو مريض ويعزلو قبل ما يتصاب ليه، ويعزل اللي هي مريضة يعزلها على القطيع. بالنسبة للإخوان الدواء ديال الشخرة راه شرينا ليها الدواء ديال الشخرة والدواء ديال الإسهال، وإن شاء الله غادي نشوفو إن شاء الله لكن الدواء فعال. وهذا راه غير فيديو تحضيري الإخوان باش اللي بغى باش لي شرى الدجاج من السوق ولا من عند شي واحد يعزلو على القطيع ويخليه واحد المدة ديال كما قلنا 8 ايام ولا 10 ايام، وتتأكد مزيان بان ما فيه حتى مرض. عادي يرخيه مع القطيع ديالو باش ما يوقعش ليه يمرض ليه القطيع. هذه راه ربطتها هنايا في هذه البلاصة، هذه عاد غندخلها لواحد الحاضرة، دخلوها لواحد الحظيرة صغيرة، وإن شاء الله ونتلقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله. والسلام عليكم.